السلام عليكم أصدقائي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي، صلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أصدقائي الغاليين، كالعادة لو لسه ما عملتوش لايك للفيديو ما تنسوش أصدقائي تدعمونا بلايك للفيديو، دعم وتشجيع لينا. وتسلم إيديكم أصدقائي على الدعم اللي انتوا بتقدموه وعلى تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدنا وبتفرحنا، ربنا يسعد قلوبكم جميعا بإذن الله. لو لسه أصدقائي ما عملتوش اشتراك في القناة أو أول مرة تشاهد فيديوهاتنا على اليوتيوب، ما تنسوش أصدقائي تضغطوا على زر اشتراك في القناة وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة أصدقائي بكل اختصار هنتكلم عن حل لمشكلة واجهتني أنا شخصيا، وأنا متعود الحمد لله بفضل الله إن أنا لو حصلت عندي أي مشكلة وحليت المشكلة أحب إن أنا أشارك الحل معاكم، بحيث إن ممكن فيما بعد أي حد من الأصدقاء تعرض لنفس المشكلة دي فيبحث عندي في القناة او يبحث على اليوتيوب فيلاقي حل للمشكلة دي ويبدأ يحل المشكلة عنده بكل بساطة. المشكلة اللي حصلت معايا بكل اختصار ان انا عندي حساب ادسنس، وحساب الادسنس ده رابط عليه القناة الخاصة بيا ورابط عليه برضو المدونة الخاصة بيا على نفس الحساب. طبعا اصدقائي متعود كل يوم اول ما بصحى الصبح ببدأ ادخل على الحساب بتاعي ادسنس علشان اشوف الاحصائيات الخاصة بي المدونة بتاعتي، اشوف مثلا مشاهدات الصفحة، اشوف العائد لكل 1000 ظهور للصفحة، اشوف مرات الظهور، يعني اشوف الاحصائيات بشكل عام الخاصة بالموقع بتاعي او بالمدونة. ولكن اللي حصل معايا شيء غريب جدا. في بداية اليوم كل حاجة كانت ماشية تمام، العداد بتاع مشاهدات الصفحة كان شغال تمام، والعداد بتاع ال1000 ظهور برضو كان شغال تمام، والمرات بتاعة الظهور كانت شغالة تمام، يعني كانت كل حاجة الاحصائيات ماشية تمام ومفيش اي مشكلة. بعد كده انا جيت في نص اليوم بالظبط بدخل على الحساب بتاعي ادسنس علشان اشوف الاحصائيات الجديد، اشوف مثلا عدد النقرات، اشوف مثلا الارباح، فلقيت ده كله متوقف. يعني دخلت اول ساعة بعد ما حصل عندي المشكلة دي، دخلت عشان اشوف ايه المشكلة، لقيتها زي ما هي، يعني كل حاجة متوقف، العداد في رقم معين وقف عليه وخلاص كده، مشاهدات الصفحة ما زادتش عن نفس الرقم، النقرات ما زادتش عن نفس الرقم، الارباح برضو ما زادتش عن نفس الرقم، فضلت ثابته زي ما هي، مفيش اي تغييرات في الارقام، كل حاجه بقت واقفه زي ما هي لحد اخر اليوم. يعني المشكله دي فضلت معايا حوالي تقدر تقول كده 10 ساعات او 12 ساعه. انا مش متعود طبعا ان انا اول ما بدخل عندي على حساب ادسنس الاقي في رقم معين واقف عليه وخلاص كده، لا يا صديقي، انا عندي كل 5 دقائق او كل 10 دقائق بلاقي في ارقام بتتغير عندي، بلاقي مثلا مشاهدات الصفحه بلاقي الارقام بتاعتها بتتغير، مثلا 1000 2000 2500 3000 بلاقي الارقام دي بتتغير، بالاضافه كمان العائد لكل 1000 ظهور ممكن الرقم يكون عندي عالي فجاه ينزل فجاه يعلى، فبيكون في تغير في الارقام. فتخيل كده ان الارقام دي تفضل معاك 10 ساعات ما تتغيرش وما يحصلش فيه اي حاجه. انا طبعا ما ظهرتليش اي رساله تقييد، يعني بدخل عندي على المدونه بلاقي الاعلانات شغاله مفيش اي مشكله، ما ظهرتليش اي رساله تقييد بتقول لي مثلا ان حصل عندك تقييد في الاعلانات علشان كده توقف العداد او توقف حسابات النقرات او حسابات مشاهدات الصفحه توقفت، لا ما جابليش اي حاجه من ده كله. والحمد لله النهارده، يعني انا خلاص امبارح كله فقدت الامل، قلت خلاص كده اكيد هيحصل عندي تقييد او لسه الحساب بتاعي ما اتبعتتش عليه رساله التقييد، ولكن بفضل الله هي يعني حلت المشكله بكل بساطه. كل اللي حصل معايا ان كل الاحصائيات الخاصه بالنقرات متوقفه، ما عادش في احتساب خالص، ما فيش اي احتساب خالص، مشاهدات الصفحه برضو بطلت تعد متوقفه، العائد لكل 1000 ظهور للصفحه برضو متوقفه بطلت تعد، مرات الظهور برضو متوقفه بطلت تعد، كل ده الاحتساب بتاعه توقف. ايه اللي انا عامله؟ طيب هو انا عملت ايه اصلا علشان يحصل معايا كده؟ هو اصلا ده بشكل مفاجئ، يعني بدون ترتيب وبدون اي حاجه ده كله حصل بشكل مفاجئ. الحل اللي انا هقول لك عليه ده عن تجربتي الشخصيه اللي انا عملتها واتحلت عندي المشكله. الحل صديقي بكل اختصار لو حصلت معاك نفس المشكله دي هتعمل ايه؟ بكل اختصار يا صديقي لو انت عايز تحل المشكله دي هتعمل نفس الخطوات اللي انا هقول لك عليها، تبدا تنفذها بالظبط وان شاء الله المشكله هتتحل من عندك بشكل نهائي بكل بساطه. كل اللي انت هتعمله يا صديقي، انت طبعا حاطط شفرات اعلانيه داخل الموقع بتاعك او داخل المدونه. ايه اللي
انا ممكن اعمله من خلال الشفرات الاعلانيه دي؟ انك انت هتيجي على المدونه بتاعتك او الموقع بتاعك وتبدا تشيل كل الشفرات الاعلانيه اللي موجوده داخل الموقع بتاعك. هتبدا تشيل كل الشفرات الاعلانيه بكل بساطه، هتبدا تدخل على التنسيق بتشوف الاماكن اللي انت ضايف فيها الشفرات الاعلانيه. انا على سبيل المثال ضايف مثلا هنا في شفرات اعلانيه، ببدا اشيل كل الشفره دي، احددها بالكامل واحذفها واضغط على حفظ، ابدا اشيل كل الشفرات الاعلانيه اللي موجوده داخل التنسيق او داخل القالب بتاعي، واشوف مثلا كل الشفرات اللي موجوده عندي هنا في الوجات، ببدا اشوف الاعلانات دي ابدا اعمل لها ازاله او ابدا اشيل الكود بتاعها. يعني هتبدا تشيل كل الشفرات الاعلانيه اللي موجوده عندك في الموقع، وهتدخل برضو على المظهر، بعد كده بتدخل على ال HTML بالشكل ده او تعديل ال HTML، وتبدا برضو تشيل كل الشفرات الاعلانيه اللي موجوده داخل ال HTML. ربما انت طبعا تكون حاطط شفرات اعلانيه داخل ال HTML وانت مش واخد بالك منها، فانت بتدخل هنا على ال HTML بتبدا تشيل كل الشفرات الاعلانيه اللي موجوده. يعني من الاخر كده انت بتفضي الموقع بتاعك من كل الاعلانات، هتشيل كل الاعلانات، هتوقف كل الاعلانات، كل الاعلانات اللي عندك هتوقف. بعد ما توقف كل الاعلانات يا صديقي بتبدا برضو تدخل على الحساب بتاعك في ادسنس. بعد ما تدخل على الحساب بتاعك في ادسنس بتضغط هنا على الاعلانات. اول ما بتضغط على الاعلانات بتيجي على حسب الوحده الاعلانيه. طبعا انت كنت عامل شفرات والشفرات موجوده عندك هنا، شايف الشفرات اللي انت شايفها دي كلها؟ انت هتبدا تعمل لها ارشفه، هتارشف كل الشفرات دي. لو تلاحظ هنا كل الشفرات اللي انا كنت ضايفها، لو تلاحظ كل الشفرات دي مؤرشفه، انا ارشفت كل الشفرات اللي انت شايفها دي. وبدات بعد ما انا ارشفت كل الشفرات دي بدات اعمل شفرات اعلانيه جديده. عملت 3 شفرات اعلانيه جديده بالشكل اللي انت شايفينه ده من اول وجديد. يعني انا الشفرات اللي موجوده عندي القديمه حذفتها ارشفتها، بعد كده بدات اعمل شفرات اعلانيه جديده، عملت 3 شفرات اعلانيه وبدات اركب الشفرات دي بعد طبعا ما حذفت كل الشفرات القديمه، كل الشفرات القديمه من الموقع بتاعي، من ال HTML، من التنسيق، من المظهر، من كل حاجه. بعد ما انا شلت كل الشفرات الاعلانيه دي جيت رحت عامل 3 شفرات اعلانيه جداد، او عملت شفره اعلانيه جديده، او عملت الشفرات اللي انا عايز اعملها بس بتكون من اول وجديد. بعد ما انا عملت الشفرات بدات ادخل على المدونه بتاعتي مره ثانيه وابدا اروح ضايف الشفرات الاعلانيه بتاعتي من اول وجديد. بدات اضيف الشفرات بتاعتي في الاماكن اللي انا عايزها او الاماكن اللي انا كنت ضايف فيها نفس الشفرات قبل كده، ولكن اللي اتغير ان انا وقفت كل الاعلانات، شلت كل الشفرات القديمه، ضفت شفرات جديده في نفس الاماكن اللي انا كنت ضايف فيها الشفرات الاعلانيه. بعد ما ضفت الشفرات الاعلانيه بتاعتي من اول وجديد انتظرت حوالي نص ساعة، لقيت الحمد لله مشاهدة الصفحة بدأت تعد من أول وجديد بعد ما كانت رقم ثابت. امبارح كانت الإحصائيات ثابتة على الرقم اللي هو كانت متوقفة عليه. اليوم الجديد بقى بتبدأ تعد من أول وجديد، بدأت بصفار 0000. الصفر ده طبعا استمر حوالي يعني تقدر تقول كده من بداية اليوم. يعني الحمد لله من نص ساعة بدأت الإحصائيات تعد من أول وجديد. لو تلاحظ مشاهدة الصفحة بقيت 800 اهو، 800 مشاهدة الصفحة. النقرات بقيت عندي 8 نقرات اهو، العائد بقي 37 سنت، تكلفة الظهور 4 سنت، هنا مرات الظهور 5051، ونسبة النقر الى ظهور الصفحة زي ما شايفين 100%. الحمد لله بدأت الاحصائيات تعد من اول وجديد. حتى لو عملت اعادة تحميل للصفحة زي ما شايفين بقيت 827، النقرات زي ما هي ماشي 8، العائد لكل 1000 ظهور 36، وهكذا. يعني زي ما شايفين كده كل الكلام اللي انا وضحته ليك هو اللي حصل معايا واللي انا عملته بالظبط، اتحلت معايا المشكله والحمد لله. فاتمنى اصدقائي ان انا اكون قدرت اوضح ليك سبب المشكله واوضح ليك حل المشكله، واتمنى اصدقائي ان اي حد تظهر عنده مشكله يطبق نفس الخطوات دي وباذن الله هتتحل عندك المشكله باذن الله. فده اصدقائي بكل اختصار الفيديو بتاع النهارده، اتمنى اصدقائي ان يكون الفيديو نال اعجابكم. في النهايه اصدقائي ما تبخلوش علينا بعمل لايك للفيديو، ده
الدعم وتشجيع لينا، وتسلم ايديكم اصدقائي على الدعم اللي انتم بتقدموه وعلى تعليقاتكم الجميله اللي بتسعدنا وبتفرحنا. ربنا يسعد قلوبكم جميعا باذن الله. لو لسه اصدقائي ما عملتوش اشتراك في القناه او اول مره تشاهدوا فيديوهاتنا على اليوتيوب، ما تنسوش اصدقائي تضغطوا على زر الاشتراك في القناه، فعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. اي استفسارات اكتبوها من خلال التعليقات، ما تنسوش تقولوا لي ايه رايكم في الفيديو، ولو حصلت عندك نفس المشكله واتحلت اكتب لي برده من خلال التعليقات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Ooh.